للمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ عصمت ياسين خبير اسواق المال. استاذ عصمت، يعني تاثير طرح عدد من الشركات الحكوميه على حركه اسواق المال في مصر. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. الحقيقه ان برنامج الطروحات احنا منتظرينه وبقالنا فتره منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016. هو الحقيقه انه احنا اتاخرنا كتير، لكن احنا دلوقتي بدانا بالفعل، ان احنا يعني ده خبر سار جدا لمجتمع سوق المال ان خلاص ادرجت البورصه على اجنده رئيس الوزراء. بما ان شفنا طرح اي فاينانس وقد ايه كان ناجح والحمد لله، احنا دلوقتي في صدد طرح جديد عند ماكرو جروب ان شاء الله هيطير الاسبوع القادم، ونتمنى له النجاح زي اي فاينانس. هو الحقيقه له كل مقومات النجاح، يعني هو مستوفي كل شروط النجاح، ده بالاضافه لادراج بعض كمان الشركات الجديده داخل السوق المصري اللي بتتم تتوفر فيها الشروط كامله تنزل. شفنا زي شركه نهر الخير الاسبوع الماضي نزلت، ده كمان في كمان اضافه بعض طروحات اللي هي بتبقى زياده راس مال، اكتتاب شركات بالفعل مقيده زي ابو قير الاسمده وبعض الشركات الحكوميه. الطروحات الجديده دي من شانها انها تعزز زياده راس المال السوقي للشركات المقيده في مصر، ودي هتفتح نافذه على الاستثمارات الاجنبيه. احنا شفنا في نضوب للاستثمارات الاجنبيه منذ جائحه كورونا. الحقيقه ان السوق المصري كان من الاسواق المحظوظه ان احنا ما تاثرناش بشكل قوي، لان كان عندنا حزمه من التيسيرات التحفيزيه من البنك المركزي ومن الوزاره، كان عندنا مبادرات قويه جدا قدرت انها تساند السوق في تخارج الاجانب في فتره جائحه كورونا. احنا في الفتره دي دلوقتي بعد الانفتاح خلاص، وبعد ما الحمد لله موضوع كورونا بدا نقول عليه ان هو متحجم نوعا ما مع ظهور اللقاحات بشكل مستمر، واللقاح دلوقتي اصبح معظم العالم بياخده بشكل مستمر. حاليا دلوقتي احنا بصدد ان احنا بندور ان احنا نرجع الاستثمارات الاجنبيه تاني بشكل اكبر زي الاول. وبرده احنا عايزين نتاكد برده ان احنا نجحنا كمان ان احنا نرجع كمان في مؤشر مورجان الثاني للاستندات. النهارده كان امبارح كان تم اقرار مصر تاني انها دخلت في مورجان ستانلي للسندات اللي احنا كنا خرجنا منه بعد ثوره 2011، استوفينا كل الشروط، واحنا الحمد لله يعني ده يعتبر يعني خبر سار جدا. طبعا البنك مورجان ستانلي هيضخ استثمارات فوزون الخزانه والسندات مليار دولار، فدي هتعمل لنا برضو استابيلتي شويه في العمله الاجنبيه خلال هذا العام. بالاضافه الى ان دلوقتي دوله رئيس الوزراء بدا يفكر تاني جديا بان موضوع الطروحات اللي كان متاجل فتره ما هيرجع تاني بشكل قوي. كل الحاجات دي هيكون من شانها انها هتعزز اهم حاجه راس المال السوق للشركات المقيده، وهتفتح نافذه جديده للاستثمارات الاجنبيه والاستثمارات العربيه للدخول لمصر، وتبتدي تساعد بالفعل انها تعكس الواقع الحقيقي للحركه الاقتصاديه في مصر وقد ايه الاستثمار عندنا ناجح. اتفضلي. اشكرك جزيل الشكر الاستاذه عصمت ياسين خبيره اسواق المال.